باتت بريطانيا على وشك إجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول ديسمبر المقبل، مع إعلان حزب العمال المعارض أنه سيؤيد خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الاتجاه. ويحاول زعيم المحافظين بوريس جونسون الذي يترأس حكومة تتمتع بأقلية في مجلس العموم إخراج بريطانيا من الأزمة العميقة المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن يحدث هذا الخميس. واتهم جونسون حزب العمال المعارض بالوقوف في حجر عثرة أمام الديمقراطية والخوف من إجراء انتخابات عامة. أنا سعيد لأقول إنه منذ أن طرحت فكرة إجراء انتخابات عامة للخروج من الوضع الراهن فقد بدأت حالة الجمود بالتحرك، ويتفق مع هذه الفكرة حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي. هناك مانع واحد يقف حجر عثرة أمام الديمقراطية، هناك حزب واحد لا يثق باختيار الشعب، هناك حزب واحد يتخوف من إجراء الانتخابات وهو الحزب المعارض الرئيسي. هذا ورد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن حزبه يدعم إجراء انتخابات عامة، واصفا الحكومة الحالية بالمتهورة والمدمرة للبلد. حزب العمال يدعم إجراء انتخابات عامة لأننا نريد أن يتخلص هذا البلد من حكومة محافظة متهورة ومدمرة. هذه الحكومة تسببت في ازدياد الأشخاص الذين يعيشون حالة الفقر من أطفال ومتقاعدين وعاملين، وكذلك تسببت في ازدياد الذين لا يملكون بيوتا ويبيتون في الشوارع. وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو زيد العيسى الباحث المتخصص في الشأن البريطاني. مرحبا بك. البرلمان البريطاني هو الآن في حالة انعقاد متواصلة، تأتينا هذه الصور مباشرة من البرلمان البريطاني. برأيك هل سيوافق هذه المرة على إجراء هذه الانتخابات؟ في الحقيقة نحن قريبين جدا من الموافقة على الذهاب إلى انتخابات، خصوصا بعد أن وافقت كل أحزاب المعارضة، ورأينا الحزب الديمقراطي الليبرالي وافق البارحة، والحزب القومي الاسكتلندي وافق، واليوم في الصباح أعلن جيريمي كوربن موافقته على الذهاب إلى انتخابات، وذلك لأنه انتهاء الخطر الأساسي والذي كان أولوية بالنسبة لأحزاب المعارضة من ضمنهم حزب العمال، وهو الخروج بعد بدون اتفاق، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على إعطاء تأجيل لبريطانيا لحد 31 جانوري وإجبار بوريس جونسون على التوقيع. طيب، على هذا التأجيل. طيب ما الذي ستغيره هذه الانتخابات إن تمت فيما يتعلق بملف البريكزيت؟ في الحقيقة هو هذا الهدف الذي يضعه بوريس جونسون بالقول أننا لا نملك أغلبية، وهذا بالفعل أنه لا يملك الأغلبية، وقد خسر هو كذلك 21 من نوابه عندما طردهم بسبب أنهم وافقوا على قانون بن، فزادت الصعوبة بالنسبة له لتمرير أي اتفاق يبرمه، وهو بالفعل قد نجح في إبرام اتفاق جديد بعد أن أسقط شبكة الأمان بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولكنه فشل في تمريره مجددا في البرلمان البريطاني. هو يتهم بالبرلمان البريطاني بأنه هو العقبة الأساسية، هو الذي أوقف مسألة تمرير اتفاق الخروج الجديد، وهو يأمل بأن يزيد عدد مقاعده وبذلك يملك أغلبية ويستطيع تمرير الاتفاق الذي أبرمه مجددا، أي أنه دائما استراتيجيته هو تحميل الآخرين المسؤولية، فهو يحمل البرلمان وكذلك حمل القضاء البريطاني وحمل الاتحاد الأوروبي مسألة عدم قدرته على الإيفاء بوعده الأساسي وهو الخروج يوم 31 سواء باتفاق أو بدون. طيب اتفاق. على ضوء فشل المحافظين في تنفيذ هذا يعني البريكزيت الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد، هل حظوظ المحافظين كما يقول جونسون وفيرة في هذه الانتخابات؟ لا، في الحقيقة الذهاب إلى أي انتخابات وتعلمنا من تجربة تريزا ماي في 2017 هي كذلك كانت عندها أغلبية ورثتها من ديفيد كاميرون فقدتها في الانتخابات، هي ذهبت للانتخابات لزيادة عدد مقاعدها وكذلك تقوية موقفها التفاوضي. هنا بوريس جونسون كذلك يذهب الانتخابات بنفس الهدف، ولكن الخطر على بوريس جونسون الخطر الأساسي أنه لم ينفذ وعده الأساسي عندما جاء واستبدل تريزا ماي بالخروج في 31 أكتوبر. نعم. سوف تستخدم هذه ضده من قبل منافسه الأساسي وهو حزب الخروج من نايجل فراج الذي يقول. نعم. له أنت وعدت وهذا الوعد، وأنت كما فشلت تريزا ماي أنت كذلك فشل. كذلك النقطة الأخرى التي تستخدم ضده هو معسكر البقاء والمناطق التي تريد البقاء سوف
سوف ينتزع المقاعد منه حزب الليبراليين الديمقراطيين الذي ينافسه في تلك المناطق، بالإضافة إلى خطر أنه هذا سوف يحصل في أعياد الميلاد، وخصوصا مؤيدي الخروج ومؤيدي حزب المحافظين هم من كبار السن، ونجد أنه عندما يحدث قريبا من أعياد الميلاد في فترة ديسمبر، وهذه لم تحدث منذ 100 سنة، هؤلاء كبار السن لن يخرجوا للتصويت ولم يشاركوا بفعالية في الحملة الانتخابية. هذه كلها مخاطر تواجه بوريس جونسون. مخاطرات كثيرة ربما، ولكن ماذا لو فشل أو فشل بوريس جونسون في الحصول على هذه الأغلبية وفاز العمال مثلا؟ هل يعني ذلك أن البريكزيت يصبح من الماضي ربما استفتاء جديد؟ طبعا هذه الخطورة الكبرى، لأن جيرمي كوربن ينزل الانتخابات وهو الحزب الوحيد الذي يقول سوف نذهب إلى استفتاء، ولكنه الخطورة بالنسبة لحزب العمال إنه غير واضح، يقول نذهب إلى استفتاء ولكننا سوف نفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج جديد ونطرح هذه الاتفاق الجديد الذي نبرمهم على الاتحاد الأوروبي مع مسألة البقاء، خيار البقاء. فهو يذهب وجيرمي كوربن وهو يضع رجل في معسكر الخروج ومعسكر البقاء، ولهذا حظه كثير من نوابه على أخذ موقف واضح وصريح حتى تكون حظوظه أكبر. شكرا لك زيد العيسى، الباحث المتخصص في الشأن البريطاني.